جوك على 90.3 وتحفل العشوية. 1 2 3 4. من الاثنين للخميس من الاربع للستة تلقى جوك على 90.3 وحفل العشوية بالموسيقى والثقافة والربح مع نور وليكرونيكور في جوك على 90.3 على الحياة فام. حفالي وجونا عالي. 20 دقيقة. مرحبا مرحبا بالناس كل معضلة موجتها علينا وين ما كنت برانشي وتسمعوا فينا. هكا نجيوكم بالانرجي بالجو الحفيلي، ان شاء الله ندخلوكم بالفرحة بالبرجة بالمعلومة. هكا جوك على 90.3 تبدا معكم من توا حتى للستة متاع العشية كما تعودتوا بينا. دائما نجيوكم في سوير تيم بالفرحة بالجو بالمعلومة بالربح اكيد ايضا مؤكد معناها دائما موجودة معنا. وتحية كبيرة برشا 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 للي سبونسور نتاعنا الكل اللي امنينيكم لي كادو نتاعنا كيما كل يوم. تحية كبيرة للفريكي جي اس ام اللي امنينكم لي كادو نتاعنا كل ما تستحقوه من دي برودوي بيان سور يهمو التكنولوجيا تلقاوها عند فريكي جي اس ام في بوتيك شارع الجمهورية وين يفرحوا بكم اكيد ويعاونوكم. واحنا زاد الكادو علينا. تحية كبيرة زاد لي بوتيك سمونا توسكي لي برودوي ولي زارتيكل دو ميناج تلقاوهم عند سمونا. واحنا نودوكم بون داشا بقيمة 50 دينار ليكم كل يوم. ايضا ان غران ميرسي لي لحليوي فراغرانس اللي ديما امنت لكم زاد لي كادو بيان سور غنيه على التعريف. تلقاوها في بوتيك حي التجاري وين تلقاو لي برودوي كوزميتيك الكل اللي تهم لي فام اي لي زام. سينو دائما تابعونا وخليو الموجة على 90.3 دائما باش نكونوا معاكم في بلاصه من البلايص في القيروان. وتلقاو الفلاج هكا وعلم الحياة فام يرفرف في البلاصه من البلايص واكيب كامله تستنى فيكم باش تربحوا معاها كادو مزيان. ما عليكم كان تعدلوا الموجة على 90.3 وديما كيما نقولوا بروميي اريفي بروميي سيرفي معناها ما عليكم كان توصلوا للبلاصه انتوما الاولى. انا مش في القايله يا جماعه غير 5:30 تقولوا رواحكم مش من توا الخمسة ونص وقت اللي تتيح القايله بيان سور احنا نكونوا متواجدين. الوغ نعملوا طلع قبل هكا على درجه الحراره خاطر احنا راهو كي نعليو درجه الحراره حاجه باهيه هوني نار نار جونا نار 40 درجه هو لا محاله مئويه توا البرا. ولكن احنا ان شاء الله هكا الجو باش يكون معانا عالي العالم نخفوا عليكم ان شاء الله سخانه النهار. سينو تحيه للاكيب اللي باش تكون معاكم لليوم امنه بوخيت في قياده الفريق. تحيه كبيره زاد لزميلنا ايمن ليغا في الاخراج التقني زميلنا سهيل في الديجيتال والتصوير الحلوه اللي قاعدين نشوفوا فيها على الباج اوفيسيال نتاعنا. تحيه كبيره لزميلتنا انس وكل الزملاء خاصه زميلنا بليل دريدي اللي بتلقاوه بعد موجود في الشوارع القيروانيه. معكم نور بيجي من قدام الميكرو. فوالا عطيني خويا ليكيب الكل اللي معانا لليوم حاضره وديما اون فورم معاكم باش نقدموا لكم الاضافه. تحيه كبيره لحمزه. مرحبا خويا. مرحبا اليوم هاني نحضر في قرطاس هكا مزيان. ايوا تحس هذاك القرطاس الفورمه هذيك عندي برشا ما ريتوش هكاك هكا رجعت شويه ايامات قبل نتاع لعب نتاع صغار هكا نقعد قاعد نصنع طياره نصنع اليوم بس على قرطاس. القرطاس علمني برك قولي لي الروبريك ماشي غادي وكا الروبريك لهنا في القرطاس هذا القرطاس يخرب الروبريك اليوم في القرطاس حاجه من القرطاس وفي قعر ومن قعر القرطاس خليكم برونشي حاسيلو جونا احلى جو اليوم جونا على 90 كالعاده برشا فقرات مزيانه. سي ابراهيم مرحبا بك اليوم معنا والناس الكل اللي تسمع فينا خليكم برونشي خليكم. مرحبا سيدي مرحبا بك وبالقرطاس يا خويا شوقنا برشا للروبريك. سينون امين مرحبا يا مساء الانوار. مرحبا مرحبا بسي ابراهيم نورنا بوجوده اليوم. مرحبا بسي عزيز بالطبيعه اللي ديما منورنا سي حمزه ليكيب تكنيك. مرحبا بك انت نور ان شاء الله جيناكم بالخير وبالفرحه وبالبهجه كيما كل نهار من الاثنين للخميس تسمعونا على راديو الحياه فام وفي الروبريك اصل الزين بالطبيعه معينا وان شاء الله اليوم باش نكملوا دوزيام امين مش اسالك سؤال امين اصل الزين في العينين في البيضه ولا السمره؟ الغنجه الغنجه اصل الغنيه صارت تقول انا في بالي في
السمره. اي سمره اسال اسالتك الغنجه الغنجه انا نحب الغنجه هكا شخرتي يا سيدي مرحبا بيك ومرحبا بالكيف كل عزيز اخويا مرحبا بيك وكمل الفريق ونتمنى عادي ساعتين حلوين مع بعض. مرحبا بيك يا سيدي ومرحبا بك في كل سي ابراهيم اللي ديما هكا منورنا وقت اللي يجي. مرحبا بيك سي ابراهيم. عسلامة نور. اهلا وسهلا ومرحبا باجمل زملاء واربع مستمعين. مرحبا ان شاء الله. اليوم باش نتحدثوا على السجل التجاري. ايه؟ السجل الوطني، التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات اللي هي يقولوا السجل التجاري. وكيفاش كيفيه الانتفاع بطرح الخطايا اللي قاعد توعي سجل القاضي يظل عفو جديد اللي عملوه واليوفا يوم 30 سبتمبر. كل عفو يهمنا احنا. كل عفو يهمنا. عفو في طرح الخطايا، في الخطايا كهو مش في مش في الديكلاراسيون. مو به كله تنقص بالقدير. اللي يحب يعمل معناه يسوي الوضعية بتاعه يجيبها هي كل تنقص له بالقدير معناه الديكلاراسيون بالقدير بالقدير. تحسك هكا ضايقها الحكاية. أكيد. بكل روح رياضيات. ضغطها قبل ما نحل معنا. قبل فما حاجة واحد يجلها سبحان الله. صحيح. مش معاول باش نحل ولا باش يبدأ. تكون عارف صحيح في الأمور الجبائية. هذيك علاش احنا نحبوا هكا نخليكم واعين كل الأمور الجبائية وعلى أين. سينو زاد الرياضة باش تكون عندها بلاصتها لليوم. بالنسبة لي أحباء الأمل الرياضي بحفوظ واتحاد بن قردين بعد شوية باش نوافيكم بالتشكيلة في المباراة، باش نوافيكم بالأجواء في المباراة هذه كل أكيد مع قسم الرياضة باش نوفيكم بالأجواء مباشرة. هذه كله أكثر معانا أكيد من خلال جوكا 90 3. سينو دائما في الموزيكا وحمزة بشيخ يعطي الصحة اللي دائما يعمل دورتو على الكيب، يختار لكم 3 زيكسخيت نجمو تفوتيو عليهم في آخر الحصة وتختاروا الغنية اللي تحبوا تسمعوها. ترى اللي عطينا الكسيلور لطف لطف عليك لطف عليك بالحيرة. هو محتار بكري ديدي مش يجي هيك على استوديو. محتار كان أصبت معناها هو سيف صحيح. لطف عليه من الخير. حبي يجي يسمع غنيته بكري ماشي يجي. عنده الحق عنده ألف حق. يعني ما محمد فؤاد محتار أنا عنده معناها غير المقدم ما برشا محتار القرطاس كيف يقول. بالضبط خويا بالضبط. يلا اعطينا تراها اللي بعده نشوف مش حاجه بوزيتيف. غالي غالي جو بونس اللي سهيل هذه اللي اختارها اكزاكتومون. فوالا لي سي بون توا تعلمت كل واحد الستيل نتاع الموسيقى نتاعه. غالي والموسيقى الحلوه برشا برشا اللي نجح بها والستيل هذا خاصه تشربو كوكو. فوالا لازم تبوتيو عليها تلقاوها على الباج. سينو اخر اكستري عم تكون الرفاق حائلون. هذه غنية الفنان الكبير عبد الحليم حافظ بصوت نوال الزغبي هكا. من تكون حبيبتي، من تكون حبيبتي يا بلال، من تكون حبيبتك. التو هو يسأل يا بلال من يا بلال. يا بلال يعني كان تسأل فيه السؤال هذا وإن شاء الله كقادمين على فرح وكثيرة و... ها؟ من يا خوي. بلال خويا الغالي ان شاء الله يوصل بالسلم ان شاء الله الفرح دايم يا ربي. سينون هكا هذوما لي تخوا زيكستري تنجموا تفوتيو عليهم وتسمعوا الغنيه اللي تحبوا تسمعوها كامله اخر الحصه. اليوم هكا الجو رومانسي والجو حلو برشا برشا والاغاني اللي اختاروها متنوعه هكا يكون عندنا التنوع. بيان سور ما تنساوش الربح باش يكون معاكم دائما على موجتنا. وبعد شوي باش يكون لنا التغطيه. نعاود نذكر لمباراة أحباء الأمل الرياضي بحفوظ واتحاد بن قردين. مرحبا بالناس كل ما عدل الموجة علينا 41 دقيقة بعد الأربعة. مرحبا بالناس كل ما عدل الموجة علينا. أكيد احنا متواصلين معكم دائما على نفس الموجات لنعود على مباراة الأمل الرياضي بحفوظ واتحاد بن قردين دورة كأس تونس نسخة فرحاد حشيد في إطار الثمن النهائي. المقابلة صايرة في حفوظ وأكيد باش نمشيو توتويت مع مراسلنا سي عبد الحميد السلمي باش يوفينا بأكثر تفاصيل. مرحبا بك سي عبد الحميد. أهلا نور، تحية رياضية إليك وإلى كل الزملاء الأفاضل سواء في أروقة الإذاعة أو بين الملاعب وخاصة عشاق الرياضة. نور تعيش حفوظ، مدينة حفوظ في هذه اللحظات على حدث رياضي متميز
حيث يستضيف فريق الأمراضي بحفوز فريق اتحاد بن قردان، وتدور المباراة في إطار الدور الثمن النهائي لكأس تونس. الأجواء نور الآن رائعة جدا سواء فوق المدارج كما نسمع تو معنى أهازيج وتصفيق أو حتى على حافة الملعب بحضور جمهور غفير. عودنا في كل المناسبات الرياضية بمساندة الفريق بالتصفيق والأهازيج والأغاني في كنف الروح الرياضية والتي تضمن فرجة ممتعة ومريحة. يتواجد كذلك أخ الثور أعوان الأمن وأعوان الصحة مشكورين لضمان سلامة الجميع. للتذكير نور فأن فريق الأمل الرياضي بحفوز كانت له محطات باهرة في مسيرته الرياضية وبالأخص في مسابقات الكأس، حيث سبق أن استضاف النادي الإفريقي الملعب التونسي والمباراة المشهورة في ملعب سوسة مع النجم الساحلي. ويبقى الجميع اليوم في انتظار ما تشفر عليه مقابلة اليوم بين الأمل الرياضي بحفوظ واتحاد بن قردان. عبد الحميد يعني للتذكير آخر مباراة بالنسبة عبد الحميد للتذكير آخر مباراة وين صارت ما بين الأمل الرياضي بحفوظ واتحاد بن قردان كانت عام 88 وتختمت بسبعة واحد لصالح أمل حفوظ، واليوم يتقابلوا في مقابلة أخرى تجمع ما بينتهم. ونعود نذكروا للمباراة بدأت من الأربعة متاع العشية، كانت تعطينا التشكيلة سي عبد الحميد. نعم نور، بالنسبة للتشكيلة الأمل الرياضي بحفوظ حارس مرمى أشرف العمري، محمد أمين العياشي، بولبابا مخلوفي، الطيب السعيداني، حسام الدين الحمري، خليل الرويني، خليل الجزاني، محمد أمين الكركودي، محمد نجيب الرويني، ياسين المسعودي، عمر الهليلي. بالنسبة لمدرب أمل الرياضي بحفوظ هو السيد علي الرويني. بالنسبة لتشكيلة اتحاد بن قردان، حارس مرمى علي العياري، أيوب بتليلي، شوقي خضر، أيوب شعبان، أونس داسي، وضاح الزايدي، الصديق الماجري، فخر الدين العوجي، علا دحنوس، آدم الرجايبي، رفيق الكامرشي، ومدرب اتحاد بن قردان هو السيد حكيم عون. بالنسبة لطاقم التحكيم نور، حكم ميدان هو السيد وليد المصري بمساعدة كل من عمر الرياحي ورمزي محجوب، والحكم الرابع صادق الكوماني، مراقب المباراة هو السيد عصام الرحموني. بعض النقاط إذا كان سمحت نور نحب نبدأ أول المراسلة هذه. بالنسبة للنتيجة الآن الحاصة بعد 30 دقيقة تقريبا هو هدف مقابل صفر لصالح اتحاد بن قردان، سجل آدم الرجيبي في الدقيقة 6 من الشوط الأول. ثم نقطة أخرى، لقد وقع يعني ثم وقع دقيقة صمت قبل المباراة ترحم على روح الفقيد والد أحد لاعبي الأمل الرياضي بحفوظ ياسين السلمي. كذلك هناك نقطة لاحظنا حضور السلطة المحلية والجهوية لمتابعة المباراة المتمثلة في السيد وليد القيروان معتمد أول الكاتب العام للولاية، معتمد حفوظ ورئيس البلدية وبقية الجمعيات. ورغم النتيجة الحاصلة نور هي لحد الآن 30 دقيقة هو فوز اتحاد بن قردان كما ذكرت، إلا أن المباراة تشهد نسق سريع وجميع والفرص متساوية بين الفريقين. به سي عبد الحميد في نقطة أخيرة قبل ما نخليك نعاود نذكره بالنتيجة بوغ لو مومون. النتيجة هي هدف مقابل صفر لصالح اتحاد بن قردان، سجلوا آدم الرجيبي في الدقيقة 6 من الشوط الأول. واضح واضح سي عبد الحميد، بعدك تنجم توافينا بالسكور فينال بيان سور لاخر المباراه. نعود نذكروا لهذه مباراه الامل الرياضي بحفوظ واتحاد بن قردان دوره كاس تونس ونسخه فرحات حشاد اللي تندرج ضمن الثمن النهائي. يعطيك صحه ومشكور جدا سي عبد الحميد السلمي مراسلنا مباشره من حفوظ، ودائما هكا باش نكونوا مطلعين على النتيجة. عبد الله الحطاب بحثنا في الاستوديو، مرحبا بك عبد الله صح. الله يخليك ونقولوا سبور عنا ونقولوا عبد الله الحطاب. المباراة عندها قيمة كبيرة خاصة للجمهور اللي قاعدين موجودين في حفوظ، أكيد باش كنا احنا عودة على المباراة. عندك تعليق فيما يخص السكور بوغ لو مومون عبد الله؟
والله حابين نشوفوا بعد عطاء التشكيلة الأساسية سي عبد الحميد السالمي، حابين نشوفوا أكثر الأجواء في الملعب، الجمهور، هل أنه يعني الفريق مال حفوز بعد قبوله للهدف الأول في الدقيقة السادسة، أدم رجيبي اللي افتتح نتيجة الاتحاد بن قردان، هل أنه الأمل الرياضي بحفوز يعني رد الفعل أو لا؟ نشوفوا إن شاء الله، مازالوا خمسة دقائق على نهاية الشوط الأول، واحدة بليش الاتحاد بن قردان، إن شاء الله قبل خمسة دقائق تكون رياكسيون من أمل حفوز، ولما لا في الشوط الثاني يعود في المباراة. نعطيك النتائج الحينية حاليا في أربعة أو خمسة مقابلات اللي صايرة توا، في 45 دقيقة زائد واحدة نادي البنزرتي متقدم على نادي حمام لنف هدفين مقابل صفر، هلال الشابة متقدم على ترجي جرجيس هدف مقابل صفر، ترجي الكريب منهزم أمام مستقبل المرسى هدف مقابل صفر، والأمل الرياضي بحفوز اللي منهزم هدف مقابل صفر أمام اتحاد بن قردان. ذكر هدف اتحاد بن قردان كان سجله لاعب آدم الرجيبي. قبل ما نختم نور، فما سكوب بلاغ صادر من هيئة الشبيبة القيرونية، تدعو الهيئة المديرة للشبيبة الرياضية القيرونية كافة المنخرطين بجمعية الشبيبة حضور أشغال الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية تبقى الفصلين 76 و110 من القانون الداخلي الذي سينعقد يوم الجمعة 8 جويلية 2022 بدار ثقافة بالقيروان بداية 6 متاع العشية. باش نعطيو بعد نحن أكثر تفاصيل إن شاء الله في النشرة متاع 8 متاع الليل مع الكاتب العام للشبيبة السيد سلمشي. يعطيك الصحة عبد الله الحطاب، كما قلنا بعديك باش نوفيكم بسكور فينال للمقابلة، مقابلة الأمل الرياضي بحفوز واتحاد بن قردان. احنا دائما هكا نكونوا متنوعين وللرياضة مكان، سينو مازال متواصلين معكم دائما بالموزيكا ورجعنا دائما متواصلين معكم على نفس الموجات وأحلى الإذاعات. مرحبا بالناس الكل اللي معدل الموجة علينا، مكملين معكم حتى للستة متاع العشية. حمزة ايوه، اليوم فرحة كبيرة في فامي كيلاني، ألف مبروك هبة أخت صديقي وزميلي فراس الكيلاني، اليوم ست ونص متاعها، نقول لها إن شاء الله مبروك. ألف مبروك إن شاء الله، ألف ألف ألفين مبروك إن شاء الله، كما نقولوا في مخير وإن شاء الله بالنجاح وبالتمام والهناء. مبروك عم محمد اللي هو باها زيد، مبروك التسعات، ربي يفضلكم الكل وربي يخليكم. امين يا ربي، ان شاء الله ديما هكا بالنجاحات. مبروك للناس الكل هكا اللي هكا قدمه على فرح ونجاح، ان شاء الله ديما الافراح الدائمه. زين احنا مازلنا متواصلين ودائما نحكي وزين و نور انتشكر بل في الملعب حفوز بين رفيق الكامرجي في الهدف الثاني تحت بن قردان، وهكا نكون انتهى الميتون الاولاني بفوز. قديش عاود فكرنا عزيز؟ اتحاد بن قردان في الهدف الثاني على طريق رفيق الكامرجي، وهكا يولي الشوط الاولاني 3-0 لتحت بن قردان، فانتظار يرجع الميتون. واضح سينو، بعد العوده على المباراه اكيد الرياضيه ونمشي وكريمون نبدلوا هكا الاقلام ونحكيوا شويه على العنايه بالشعر تسويت في أصل الزين. أصل الزين وقيت أصل الزين شحوي للكمين، والله الحمد لله اون بلان فورم. بلان فورم كيفاش هي؟ تحت الضغط، تحت الضغط اون بلان فورم، تحت الضغط تحت الضغط. لبس 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 ديما لبس. كما بدينا البارح، بدينا في توسكي كابيلير، بدينا في مستلزمات الشعر، في كيفاش القهوة العناية اتسيتيرا. اليوم مش عادوا المرحلة الثانية اللي هي النتوياج، اللي هي معناها كيفية تنظيف الشعر بتاعنا، شنو نسحقه وشنو ما نسحقوش. باش نبدأ معناها هكا بنصيحة من الأول، باش نستحفظوا معناها على الشعر بتاعنا ويبدأ اون بون فورم اون بون سانتي، مهما كان بالطبيعة تيب دو بو تيب دو شوفو متاعنا، معنا نوعية شعر اللافاج النتوياج، وبالطبيعة معناها البارتي الاخرانية اللي هي السوان يكون معنا دون فاسون كوتيديان، ماذا بينا نهار غيب نهار، معنا انا مش نخصطو شعرنا كل يوم كل يوم كل يوم، تنجم تشيح، تنجم تترشق، تنجم تولي فما زيوت زادة طبيعية اللي لازمها تقعد في الشعر. إفكتيفمون لازم الشعرة تكون معناها نستحفظ عليها لو ماكسيموم ونعملوها كريتم، هذايا نقولوا احنا ناخذوها احنا ريتم دو في دو طون زون طون، باش تبدا امورنا منظمة والشعر نتاعنا اون بون فورم.
بالنسبة للبارتي الثانية كيفاش معناها باش نبداو في مرحلة التنظيف بالطبيعة لي شامبوان ولي زابري شامبوان يكونوا برودوي اوفيسيال حاولوا نبعدوا على توسكي ايميتاسيون توسكي تبيع برا يكون معرض للشموس خاطر ولات فما شوية تهميش في الاستهلاك انا نسميه انه اي انسان ياخذ حاجه الله اعلم شنو هي السورس نتاعها ديما ناخذوا حاجه ماذا بينا يكونوا سون سيليكون سون بارابين ما فيهمش سون سولفات جينيرالمون هما تو ولاو لي برودوي الكل كابيلير هكا براتيكمون احنا نحاولوا ديما نمشيو في حاجه صحيه وتنفعنا وتنفع الشعر نتاعنا وكما قلنا نبعدوا على توسكي برودوي باراليل معناه اللي هو مش معروف شنو هو السورس نتاعها واضح دونك نبداو بالبارتي الاولانيه اي جينيرالمون اي تيب دو شوفو يسحق شامبوان ابري شامبوان معناها مهما كان عندك لي شوفو سيك ابيمي معناها الشعر نتاعنا شايحه ومكسره لي شوفو غرا بالنسبه لي شوفو كولوري اللي عاملين كولوراسيون ميم اللي عاملين لي ماشي يسحقوا بالطبيعه شامبوان ابري شامبوان بارتي فما بارتي اخرى اللي هما لي شامبوان او لي ماسك معناها توسكي يستحق هيدراتاسيون تتسمى هي معناها كومبينيزون ديدراتاسيون انتونس معناها ان تريتمون بالنسبة للماسك ما يمشيش مع نوع تيب دو شوفو معناها لي شوفو غرا يمشيش مع شعر لي زيت خاطر هو ديجا باش يعمل هيدراتاسيون باش يغذي الشعر دونك الكونتيتي متاع الزيت هذيك تخرج من الشعر مش تولي دوبل دون فاسون تولي تقلق شوية بالنسبة لي شوفو سيك ابيمي لي شوفو كولوري اتسيتيرا يسحقوا بالطبيعة توسكي شامبوان وماسك واضح بالنسبة للكومبينيزون الثالثة اللي هما لي شامبوان واللي ماسك واللي سوان اللي سوان يتمثلوا بالطبيعة معنا لي سوان دو فينيسيون يتمثلوا في توسكي سيروم يتمثلوا في توسكي الفاسيليتور دو بروشينغ يتمثل توسكي زيت زادة فما لي ويل دو جوجوبا فما ويل دارغون ديجا بروتيكسيون من توسكي بروتيكسيون من الشمس توسكي نوتريسيون زادة يعمل فما اللي يعملوا افي لونغور فما اللي يعمل هيدراتاسيون لي راسين كل معناها زيت شنو هو لي في نتاعو لي في نتاعو واضح دونك هذوما براتيكمون معناها لي تروا تيب قلنا ديجا معنا البارتي الاولى اللي هما لي شامبوان لي شامبوان تو سكي باش يستعمل معنا سورتو نسيب يستعمل شامبوان لازمها ابري شامبوان اللي يحب يعمل هيدراتاسيون بالطبيعه ماناش نحكيو على شعرهم زيت يستعملوا تو سكي شامبوان وماسك بالطبيعه نعملوا شامبوان نغسلو بعد نعاودو نعملوا الماسك ونغسلو تو سكي باش يحب يعمل سوان ويحب عنده حاجه معناها يحب يعملها بشعره يمشي في الكومبينيزون تو سكي شامبوان وماسك وبطبيعة سوان اللي هو يتمثل في سيروم يتمثل في زيت في مهما كان معناها السوان هذاك نجم يكون حتى سوا شيميك بالنسبة للافاش هذوما دي كونساي معناها باش نحاولوا نعطيوها كمعلومات في الغسيل والله تو جيت باش نعرج عليها الحكايه قول لي اسالني فيما يخص اللافاج هي المرحله هذه يعني نصيحه لبورتو الموند خاطر فما برشا اللي يغسلوا شعوراتهم خاصه البنات احنا نعرفوا عن الظوافر اللي تقول معناها في الشعر تشد الفروه بالظوافر اللي هو يعمل اغيتاسيون بيان سور الفروه يخلي فما القشره ديجا دي اول معلومه باش نعطيها معناها با دو فريكسيون من غير حكين فوالا دون فاسون معناها تولي تضر الجلد نتاعك تهلكها ميم حتى توصل تجرحها فوالا تنجم تكون هذيك معناها لي بور هيك ما عادش تخرج الشعر معناها تولي عندك ان شو دو شوفو ديما نغسلو اون دوسور معناها لافاج يكون بصفة رطبة فينو شوية مش من مسوش معناها الفروة متاعنا دون فاسون نحاولوا عبارة باش نزلقوا يدينا على شعرنا داكور بالنسبة للكونتيتي متاع الشامبوان ما نسحقوش كونتيتي كبيرة معناها بريسك من الأحسن ساعة من غير ما تشوف هالكونتيتي ساعة في يديك فمش تكون تو ديريكتومون من على راسه من البوتي طول ما عرفش قداش حاط الكونتيتي اللي تنجم تكون شوية ولاو بلي بومب نورمالمون هكا لي شامبوان جدد وكل هانو تعمل دو بومب او ماكسيموم تروا معناها تحاول ما تكثرش خاطر مش الفايدة في الكثرة بالطبيعة الرنساج معناها نقولوا احنا تسحق بريود كبيره نتاع الرنساج وتسحق بالطبيعه
معناها تحضر انساج على مرحلتين. المرحله الاولى ماذا بينا بماء دافي، بعد نعملوا كشوك ترميك بالماء بارد. فما هما اللي يعملوا غلاسون وخل، وفما كل واحد احنا نمشي وخلينا في الماء دافي والماء بارد. السواء بالطبيعه احنا ماذا بينا سورتو توا مع طقسنا والسخانه نتاعنا والشميسه نتاعنا القويه، ماذا بينا نمشيو في توسكي سواء بروتكتيف، معناها كلي سيروم بنواحهم، نحاولوا نبعدوا شويه على الزيوت في الصيف بالنسبه لطقس قروان وطقس تونس، خاطر ديجا معناها ماجوريتي نتاع النساء شعراتهم يعرقوا راس، معناها حاجه عاديه. نمشيو في توسكي سيروم، في توسكي سوا بروتكتيف، في نحاولوا نبعدوا لو ماكسيموم على الزيوت. وبالنسبه للتشيح نمشيو في البارتي السهله، في الحاجه السهله باستشوار، نحاولوا زاده نبعدوا على البلاك لو ماكسيموم مع الطقس نتاعنا والشميسه القويه اللي موجوده. ديجا احنا هكا تخرج تعمل دوش تخرج الشيء سي بون ناتوريل الشيء من غير ما يستحق حتى شيء. الوغ يعطيك الصحه امين. بالنسبه هذوما للنصائح العامه كيما جوست تعريج صغير، سالتني معناها اليوم ككليونت قالت لي راني انا عندي مشكله نتاع شعري يطيح، معناها هي ما زدت كي ولدت. اي قالت لي راني عندي مشكله نتاعي هي زاده فوالي، معناها مدينه قالت لي شعري قاعد يطيح بصفه كبيره، معناها سورتو المراه بعد الاولاد راهم فما كونتيتي نتاع ديفير ينقصوا من بدنها دون فاسون تستحق اني تاكل، وفما حاجات معناها يبداو فيهم منفع سورتو توسكي فير باش تعوض اكل الخساره اللي قاعده تخرج، معناها سورتو يبقى عندها بيبي وكل معناها بساتي الحليب ولا حاجه، معناها هذيك حاجه قاعده تخرج من بدنها، معناها شدو شوفو هذيك مش متسبب، ما معناها مش متسبب منها اني خاطر لابسه خمار ولا خاطر اي بلا عنو على القليله وضحناه الكليشي هذا بالضبط، معناها راي ما التغذية 100% الحكاية هذه. تري تري بيان، تري تري بيان. الوغ يعطيك الصحة مرة أخرى أمين على هالكم النصائح، تدوا بالكم على روايحكم يا جماعة، خاصة من السخانة راهو برشا حاجات عندها دور زادة في العناية في البشرة وفي الشعر، كيما واحد يحمي البشرة نتاعو كيف زادة راهو يحمي الشعر. ودائما احنا نمتوكم بكل التفاصيل، هذه كانت أصل الزينة. أصل الزين وقيت أصل الزين. يا احنا دائما مازلنا متواصلين معكم بمختلف الفقرات، ما تنسوش دائما باش نكونوا معكم بعد شويه، وزملاء باش تلقاوهم في حي التجاري نورمالمون اليوم، وتلقاو عالم هكا الحياه فهمي رفرف، وين تنجموا تربحوا كادو بقيمه 50 دينار من اهداء سامونا. يلا مكملين معكم بالموسيقى ورجعنا. السلام عليكم برشا الناس اللي ماضل الموج علينا وتسمع فينا من خارج اراضي الوطن، احنا مكملين معكم دائما على نفس الموجات. وتوت سويت هيتش عندك، هيتش عندك، هيتش عندك. شعنا يا اندرا عند حمزة بالشيخ. عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم. حكينا على السيدة المنوبية المرة اللي فات، برشا قالوا لي زيدنا منهم الحاجات هذوما. انا اليوم حسب الطلب حسب الطلب ولينا نمشيو نزولا على رغبه المستمعين بالحق والله نور بالحق تعديتك النهار بالحق، ثلاثه اربعه من الناس قالوا لي زيدنا منهم الحاجات هذوما. طلباتكم اوامر سيدي. يا سيده حرمك منور بالذكر وحسن المعاني، يا سيده قلبي مغير نبغيك تظهر حالي، على الباب دارك نصبوا الخيام طبال يضرب زرنا ورقص ريام، يمو الزين طيفك مبهاه اه يا سحلية في طريق الواد اه يا جمالية، يا للا محلى كمونك وريني الدار باش نزورك، نزرع لك فلة تلمع بنورك اه يا المسمية في طريق الواد اه يا جمالية. أم الزين بنت سعيد بن محمد صالح بن إسماعيل بن عثمان بن علي بن تليل، نسبة لسيد تليل اللي في فريانة، اللي هو من أولاد ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه. أم الزين مش من نولها في جمال، بوها ميلاد سعيد سافر من فريانة للمهدية باش يعيش غادي، ثم شكون يقول عام العوام تعدى جفاف في هاك المنطقة هذيك، هزوا زادهم وزوادهم ورحلوا الجمال
وثم شكون يقول انتقلت الجمال باش تتبارك بسيدي فرج الأنصاري. على كل مش مهم كيفاه مشيت، المهم استقرت في جمال، وفي الفترة هذيك بدات تظهر الكرامات متاع للم الزين. ومن أشهر الحكايات اللي تتحكي على كراماتها يقولوا اللي سالم خوها نهار من نهارات مشي يزور فيها، هو هكاكة في ثنية الفرسة متاعو طاحت ومرضت، وسي سالم وقتها خاف من قطاع الطرق في هاك الوقت، وقام وصاح بطول صوته ويعيط وقال يا وخيتي راني جاي نزور فيك. وبالوقت هاك الفرسة بقدرة قادر قامت لباس عليها وكأنه ما صار شيء. نفس الحكاية تتحكي زاد على كراماتها، يقولوا اللي خوها علي المرة ذي فيرسيان أخرى يقولوا لي خوها اسمه علي مش سالم، مشي تاجر في قافلة من القوافل متاع جعفر بالخضر، كيف وصلوا المزونة بالضبط تتكسر ساق الجمل، والقافلة سبقت هك الجمل، طاح وصاح وبدأ يعيط سي علي وقال يوم الزين ارقي لي الجمل متاعي. وكيف رقد يحلم بأم الزين تداويله في الجمل متاعه، قام يلقى جمل بقدرة قادر صح سالم يتنطن. بدأت تشهر أم الزين بكراماتها وبدأت الناس تجيها من كل بلاصة، هزين الهدايا وانواع واشكال باش يتقربوا لها ويتباركوا بها. باش نحكيوا توا على اهم حدث صار الكراماتها في جمال، يقولوا فما واحد من اعيان جمال غار منها برشا نهار وطوله، العباد ماشيين جايين عليها وجايبين لها الهدايا، اش تستخيل روحها هذه ويني وينها كيف يقولوا فيها باش تعمل لها فضيحه ونشمت فيها خلق ربي الكل. نهار من نهارات والناس بالصف قدام دارها دخل معاهم في الصف، يمشي ويقرب يمشي ويقرب حتى لين وصل قدامها، جات العين في العين قتلوا غفصتك وعجنتك، ولا السيد هذاك أعمى وخسر فلوسه الكل ودخل وخرج في الحلة وعدى بقي تحياته مهبول. بعد ما دار سيتم جمالية أم الزين الجمالية برشا أمر حمودة باشا باش يجيبوا هالو مقيدة بسلاسل، وجابوا هالو كعقاب لها رميها للصيودة، وهذاك اللي صار حلوا القفص متاع صيودة والنمورة ورموها فيه ومشيوا. من غدوة قال لهم إيجي ونشوفوا شنو اللي صار لها، حلوا القفص يلقاوا النمورة والصيودة الكل على ركيبهم دايرين بها وهو في وسط وهي في وسطهم وتذكر في ربي، اطلب منها السماح وجزاها بالبنيان متاع المقام متاعها واعطاها من الحبس. أم الزين الجمالية توفيت في عهد حمودة باشا وعمرها متزوجت، فما شكون يقول زهد وبعد عن ملذات الدنيا. بعد ما توفيت الأم الزين تغزلوا بها الشعراء والملحنين في مؤلفاتهم وألحانهم كيما يا للا مريض وهذا حالي قداش نوسع بالي، يا للا سلمت في أم عيالي وتبعتك ها أم الزين. هذه أم الزين الجمالية إن شاء الله تكون عجبتكم، واستنونا في حكاية أخرى وفي قصة أخرى وفي حاجة مزيانة كيفكم تقول. يعطيك صحة حمزة، هكا عرفنا على شخصية أم الزين الجمالية اللي تغنيوا بها أكيد وعرفناها شكوني فيها. إيش عندك؟ إيش عندك؟ عمدو نذكركم اللي احنا ان شاء الله باش نكونوا موجودين في حل التجاري معكم كان تعدلوا الموجة على 90 اتثا وتكونوا من الربحين معنا. ترهويجة هاك خصم بعد القائل اخويا والاربعين درجة اسخانة، ترهويجة هاك فيه زيد غرسة السيت ورجعينا نمتوصلين معكم 40 دقيقة بعد الخمسة. مرحبا بالناس كل معدلة الموجة علينا دائما هاك اللي نعود على كل ما هو معلومات جبائية مع سيبراهيم شهيبي في إيش ليك وش عليك؟ إيش ليك وش عليك؟ سي إبراهيم دائما تمتنا بالمعلومات اللي تخص العفو الجبائي. اليوم باش نحكيو على العفو بالسجل الوطني للمؤسسات وتبعات عدم التسجيل. مرحبا بك سي إبراهيم مرة أخرى. أهلا أهلا نور، مرحبا مرحبا سيد المستمعين. اليوم باش نتحدثوا على طرح غرامات التأخير بالسجل الوطني للمؤسسات. سجل وطني المؤسسات هذا سجل تم احداثه 2019، هو يعنى بتسجيل جميع المؤسسات من معنى التهمت سواء كنت تاجر ولا صناعي ولا تتعاطى خدمات، راك مطالب باش تمشي تسجل في السجل التجاري وتاخو رقم، الرقم هذاك ينفعك في برشا حاجات
راه ولات ما تنجم تاخذ قرض لما تكون مسجل في السجل التجاري. صحيح. تنجم ثم خدمات ما تنجم معناها تقوم بها والإدارة تحولها لك إلا ما تكون مسجل في السجل التجاري. وإذا كنت مش مسجل في السجل التجاري تقع معناها تخطئة بالفلوس معناها يخطيوك. كل ما كان التأخير كبير رجستر دو كوميرس رجستر دو كوميرس كل ما كان التأخير كبير كل ما كان المبلغ كبير. واضح. دونك ثم عفو اصدر بداية من 1 أبريل 2022 إلى غاية 30 سبتمبر 2022. يهم كل إنسان يتعاطى في معناها نشاط تجاري أو صناعي معناها يقول نشاط تجاري جزار عطار خضار إلى آخره أو نشاط صناعي حداد مثلا حداد يقولوا رحاية حرفي وأسل سويت معناها. وكل إنسان يتعاطى نشاط خدمات مثلاً مهن حرة مثلاً محامي مستشار محاسب خبير في المحاسبة هيك الأصناف كل هذوك ما إذا كان مش مسجل في سجل تجاري يلزم يمشي ويسجل في سجل تجاري ويتنحل الخطايا متاع التأخير هذوك ما الغرامات التأخير يتنحل قبل نهار 30 سبتمبر 2022. الأمر يهم كذلك الشركات ولا تحيين إذا كان أنت عندك مثلا باتين ده مش تبدأ تزيد في عنوان ولا مش تبدل غير عنوان ولا عندك معناها صبيت بيلون عندك بيلون ما صبيتوش ولا قوائم مالية ولا تحيين في الشركات مش تخرج جيران مش تبدل الجيران مش تزيد شريك جديد مش تزيد في الكابيتال هذه كلها لازم تتسجل معناها يقع تسجيلها في السجل التجاري تحينها في السجل التجاري ثم وثائق تهزها نسخة من الباتيندا نسخة معناها أصل محضر الجلسة اللي عملت به يكون مسجل في القبض وثم مطبوعة تعمرها وثم مبلغ تخلصه في فرع أحد البنوك تقولوك عليهما وتتصل بالسجل التجاري معناها فين موجود أنت كسوة في القروان في القصرين في أي بلاسة في تونس تمشي ثم فرع سجل تجاري تودع هالوثائق هذه وتسجلها وتولي أمورك مريقلة محين. علاش السجل التجاري وش يصلح هو مثلا أنا نحب نعرف مش ناخد قرض في البنك البنكة ما تنجم تعطيك القرض هذاك إلا ما تدخل تشوفك شنو حالتك تجاه معناها المؤسسات المالية بيصير القباضة وغيرها وتجاه الدينين ثم شكون يسالك ثم ماشي عندك شي معناها شيكات معناها في الروج مسال عندك شي مشاكل باش تعرف الحكاية هذية تدخل السجل التجاري. واضح. إذا دخلت السجل التجاري وقعت ما عندك حتى شي وقتها ذيك اعتبار كارت بلانش باش تعطيك جميع ما ترغب فيه من قروض وغيرها. فهمتني سي إبراهيم نعاودو نذكروا اللي العفو من وقتش لوقتش العفو من 30 أبريل من 1 أبريل 2022 إلى غاية 30 سبتمبر 2022. فوالا معناها أنه مازال ممتد وديما نقولوا يا جماعة نمشي وراك خمرنا على بكري ما نقعدوش ديما الآخر الوقت ها وسي بون سي فيا ما يسألش نركحوا فيها الأمور باش واحد ما ياخذوش الوقت ويزرب في الأمور هذه خاصة لازمها تتوضح ولازمها تخو بلاصتها. فوالا تفضل سي إبراهيم. العمليات المطلوبة هذه هي عملية تسجيل الأصل لكل مؤسسات معنا كل مؤسسة كل شخص يتعاطى نشاط تجاري أو صناعي أو خدمات أو مهن حرة يلزم يمشي يسجل. بالضبط. سي اون اوبليغاسيون هذه حاجة وجوبية لا يعني كلام فيها لازم تمشي تسجل. عملية التسجيل التكميلي معنا أي تسجيل الفروع معنا شركة عندها فروع مش مسجلة تمشي تسجل بلاش خطي. عملية تحيين البيانات كما قلنا لكم مثلا عندكم مش عامل عندك الوكيل مش تزيد المدة مخطر الوكيل 3 سنوات ويزم يقع محضر جلسة في تمديد الوكيل أو تغييره أو كذا معناها أي بيانات تحيين على مستوى الشركات يزم يقع إعلام في طار محضر جلسات يزم إعلام السجل الوطني المؤسسات القوائم المالية لبيلون تاع سنوات 2020 وما سبقها مع دفع المعلوم الأصلي خاطر ثم معلوم أصلي ثم الخطايا احنا مش نمشي ندفع المعلوم الأصلي الخطايا ما نصحوهمش في ظل العفو هذايا
اللي امتد الى 30 سبتمبر 2022 بحول الله. ثم التصريح بالمستفيد الحقيقي. المستفيد الحقيقي فيما هو اللي يملك اكثر معناها حصص في الشركه، فيما الجيران واللي اللي عنده اكثر نسبه، هذاك تسمى المستفيد الحقيقي. هذايا فيما يخص العفو اللي اصدرته السجل الوطني للمؤسسات. ندعو جميع التجار والصناعيين باش يتصلوا بالسجل الوطني للمؤسسات، ثم مطبوعة يعمرها ويسووا وضعيتهم، ومن هذايا احسن حاجه ليلهم هما باش يبداو امورهم واضحه 5 على 5. بالضبط، هذه دعوة للتجار وكل ما هو اللي عندهم يعني أصحاب هكا البتين ديت أون جينيرال، يمشيوا يسجلوا على رواحهم ويوضحوا وضعيتهم، خاصة اللي العفو كما قلنا يمتد من نهار 1 أفريل حتى 30 سبتمبر 2022. من المستحسن أنه نمشيوا نركحوا أمورنا وباش تكون الأمور واضحة. صحة سي إبراهيم على المعلومات الكافية في أشليك وش عليك. أشليك وش عليك. وش عليك. دقائق تفصلنا على نهاية الميسيون متاعنا، ما تنساوش بعد شوية باش نكونوا متواجدين معاكم في حي التجاري، أكيد باش تكونوا معانا من رابحين. بوز مع الموسيقى ورجعين تتسويت حصتنا لليوم، ما نجموش نخليكم كما غير ما تربحوا معنا بون دشاب بقيمة 50 دينار، أكيد من أهداء سمونا ديما فرحينكم. وديما نذكروا اللي جوهرية ديجي للسائقي التاكسيات الكل اللي معدلين الموجة علينا على 90 التيتا، ودائما نكونوا معاكم في بلاصة من البلايس في قروان. اليوم هكا التوجه كان لكيف الكل معاكم في حي التجاري، وين باش نلقاو ليكيب سيف الدين بولعريس، زميلنا بلال دريدي وزميلتنا أنس معانا في الشارع القيرواني تتسويت. مرحبا يا أنس. عسلامة نور، عسلامة الكل، ياسمين عسلامة. كيما قلت أنا زميلي بلال دريدي ومعايا زميلي سيف الدين بولعريس. أيوا سكرتوا الشارع يا أنس، سيسنا عليك الشارع شوية يا بنتي، ما نحبوش نسكروا الشارع ونعملوا مبوتاج. تخيل بيا خارق العاد. دونك مريم نور معنا في نمرة 29، عشان نمشي نخلصوا بعدك شوية نحكي. دونك اليوم نعاودوا نذكروا رقم 29 تاكسي. ايه عادت نبروخك ما شاء الله. تسمع فينا على حيتة فين؟ بين مقالمتين. ليلي عشان ليلي حاجة ربح معانا اليوم، عملت فيه القايله والسخانه. شنو حوالك مع السخانه يا سيدي؟ ابارامون الدنيا سخونه برشا. ان شاء الله هكا تكون على القليل هكا بردنا عليك القايله يا سيدي. ربي يعاوننا فيه. امين يا ربي. به من غير ما نطولوا عليه ديجا انس، لقينا سعيد الحظ اليوم اللي ربح معنا البوندا شاب قيمه 50 دينار، ودائما احنا باش نكونوا هكا موجودين معاك. بنعاودوا نذكروا اليوم ربح معنا صاحب تاكسي رقم 29 يا جماعه، فوالا ربح معنا ان بوندا شاب قيمه 50 دينار من اهداء سمونا. اليوم هكا كنا معكم في حي التجاري، دائما باش نكونوا معاكم متواجدين في بقاع من القروان، تستناونا كما كل يوم. الكادوات دائما في الربح والأمانة توصل لمولاها. هكا نوصل معكم لنهاية حلقتنا لليوم. ان غران ميرسي ليكيب كل اللي كنت معكم لليوم، شكر كبير لأمنة بوختي كوتي تكنيك، اللي كنتي أيمن ليغا، للزملاء في الديجيتال زميلنا سهيل، أيضا زميلنا سيف الدين بولعريس، زميلنا بلال الدريدي، اللي كنتي مشكور جدا كل من كان على الميكرو اليوم، زميلنا حمزة بالشيخ اللي كنتي زادة، شكر كبير عزيز ضيف، ايضا سي ابراهيم الشهيبي، امين رماح، وكل من ساهم في انجاح حصتنا لليوم. كنت معكم نور البيجي من قدام الميكرو، ما بقى لي كم باش نقول لكم تصبحوا على الف. جوك على 90.3 وتحفل العشويه. 1 2 3 4
من الاثنين للخميس من الاربعة للستة تلقى جوك على 93 وحفل العشوية بالموسيقى والثقافة والربح مع نور وليكرونيكور في جوك على 93 على الحياة فام حفالي وجونا عالي.